ماذا يسأل عن شخص ويسأل عن جماعة أنصار السنة في السودان. أقول أنصار السنة في السودان ليسوا على ما نعلمه عنهم قديما، وهم من حرب الخليج الثانية التي هي احتلال العراق للكويت، وإلى الآن وهم في انحدار مستمر، كل يوم يزيدون بعدا عن المنهج السلفي وعن الطريقة السلفية. فأنصار السنة لم يبق لهم إلا الاسم في الجملة، وإلا هم قد مشوا مع السروريين ومع الحزبيين وأصبحوا على طرائق الحركيين.